بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان المفترض ان احنا اليوم ننشر التحقيق الخاص الايمان بالمؤامرة، اكبر مؤامرة، ولكن نمتنع عن عرض التحقيق لانه مصايبنا في اليمن اكبر. لانه انا اعتقد فرحة العيد في اليمن انتهت. انا من الصباح يعني ما عاد ليش نفس انا يعني ان انا حتى يعني نعيد. ما حدث في عدن جريمة نكراء يندى لها الجبين، فاجعة. احنا انتهينا من مرحلة الجرائم خلاص، يعني الليفل هذا احنا عديناه. احنا الان بنعيش مرحلة الوحش، مرحلة الجبابرة. وما حدث امس في عدن الحبيبة دليل على ذلك، والجريمة هذه تتكرر في اليمن، ولكن نادرة ولكن بشعة. ليلة عرفة اب ماشي في الشارع بسيارته مع بناته، دحش سيارة. عادي في العالم كله عادي، لكن في اليمن لا. دحشت سيارة لازم تنتهي بكارثة. نزل صاحب السيارة الثانية، خرط الآلي، ضرب على السيارة، قتل طفلة عمرها 4 5 6 سنوات واختها في العناية المركزة والله يسلم عليها. يعني كيف يتحول دحشت سيارة إلى جريمة قتل؟ طرف يقتل فيها والثاني يعدم. هؤلاء بعض الناس في اليمن ينطبق عليهم قول الله فيما معنى الآية: فلما أنجيناهم إلى البر إذا هم يجحدون. يعني لما الله نجاهم من البحر والأمواج والعاصفة، بدل ما يوصل يقول الحمد لله يجحد. حادث سيارة دحشة، بدل ما الإنسان يقول الحمد لله سلم وقدر ولطف، ينزل يحولها كارثة، يقتل أطفال وهو يعدم، وينكد على أسرتين، أسرة الضحية وأسرة القاتل. طفلة لو تشوفوها، طبعا الحادث عندنا، فيديو الحادث واسعاف الطفلة عندنا، جثة الطفلة صورتها عندنا. هل هنقدر ننشر او لا؟ هنتأكد بعدين من سياسات القناة هل هيتحضر الفيديو ولا لا. يا جماعة انا مش يعني ايش في هنا في ايش معانا هنا؟ دحشة سيارة سلم الله، لا يقتل، يطلق النار، يسقط طفلة. يا جماعة هذه الحوادث محتاجة دراسات، نفهم ايش في صب عقلية اليمني. ومش الكل طبعا، انا لا اتحدث عن الكل، ولكن هؤلاء الناس والله 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 لن تشهد البلد هذه انفراجة وتطور حتى يتم حظر السلاح على المدنيين الا بتصريح. وتعرف الدولة مين شايل سلاح ومين لا في العالم؟ لا تحمل سلاح الا بتصريح، ولا تحصل على تصريح إلا بعد حصولك على تصريح آخر تدريب، إنك تتدرب على حمل هذا السلاح وتحدد قواعد الاشتباه وفيما ستستخدمه. احنا عندنا الحابل والنابل مخلوط، كل واحد ماشي بسلاح. أنا أفهم إنك تشيل سلاح، أنت رجل دولة أمن، أفهم إنك تشيل سلاح، أنت حراسة خاصة مصرح بها، أفهم إنك تشيل سلاح عليك ثار، حياتك في خطر، ولكن شايلين كذا الأسلحة بس جنان. ما عاد فيش ثقة بالنفس، يعني كل واحد تلقاه يجنب السيارة قدام البقالة مترين، ينزل ياخذ دبة ماء، يفعل بالآلي فوق كتفه وينزل من الصالون، هات حبة ماء، ويرجع للسيارة يطرح الآلي. ليش؟ هل في قلة ثقة بالنفس؟ هل انت عارف انك اذا في حصل شجار او خناق يعني خناقة عادية قد تتطور الى جريمة قتل، ما عتيش حد امن على نفسه يخرج في شارع، وانت عارف انه ممكن اي مشاجرة في مطعم، اي خناقة عند بقالة، اي دحشة سيارة ممكن تروح انت فيها. يا جماعة حمل الاسلحة حكر على رجال الداخلية، حكر على رجال الدفاع، اما البقية يكون معاك سلاح في مناسبات رايح عرس عادي، وانا ضدها لكن عادي، ثقافة عامة، رايح عزاء مناسبة عادي، لكن الناس كلها يروح يتغدى هو اصحابه وطرح المسدس ولا الالي وراح المطعم يتغدى وروح. يا جماعة الحادث بشع، يعني تخيل انت ليلة عرفة تكون انت واخد بنتك ورايحة فرحان بها تشي تكسيها العيد، فجأة تروح ببناتك الاثنين، واحدة جثة وواحدة عناية مركزة. يا جماعة هذه فجايع،
وإن لم يحدث تحرك رسمي للحد من حمل السلاح أيا كانت الظروف اللي في البلد، سنشهد المزيد من جرائم القتل في العالم. الناس بتحصل جرائم قتل على ثارات اجتماعية، على شغل عصابات، شغل جرائم، شغل خيانات. اللي عندنا تحصل جرائم قتل على مين دور الأول في محطة البترول، مين دخل البقالة الأول، مين دحش الثاني في السيارة. جرائم قتل بدوافع تافهة، الدافع تافه. يعني في العالم اللي بيعمل جريمة بيخطط لها تخطيط، هنا ما فيش تخطيط ولا كان ناوي أصلا ولا معاه مبرر ولا دافع، تحصل جريمة قتل فجأة في الشارع. أنا عارفين أنه شعب اليمن عاقل ورشيد، والغالبية من العظمى اللي بتحمل الأسلحة ناس عقلانية، ولكن قد تقع في موقف يتم استفزازك بطريقة أو بأخرى ويدخل الشيطان فيها ويوزك وتطلق النار، يا تقتل يا تنقتل. على إيش؟ الناس تنقتل على دفاع عن أوطان، دفاع عن أعراض، دفاع عن أموال، وإحنا قتل على مسائل تافهة. يعني أهل الأسرة هذه يا جماعة فاجعة، فلذات الأكباد، الأطفال خارج اللعبة، الأطفال خارج اللعبة، قلناها 20 مرة. جنان تنزل تخرط آلي وتضرب على سيارة، ضيعت نفسك وضيعت أطفال وضيعت أهل الأطفال وضيعت أهلك معك. يعني متى هنرتاح إحنا من مشكلة حمل السلاح العشوائي والغير مبرر؟ أنا أشوفهم في الشوارع ماشيين، تلقاه عمره 15 سنة وطارح سلاح. هنا هل هو متدرب على استخدامه؟ هل فاهم قواعد الاشتباك؟ هل عنده العقل الرشيد والرزانة يعني مالي مركز وعارف متى يستخدم هذا السلاح؟ ولا يوجد مبرر يخلي مدني يستخدم سلاح على مدني آخر أيا كانت الأسباب. يا جماعة إن لم نبدأ في التحرك في مواجهة هذه المشكلة الوطنية الكبرى ستتفاقم، واللي هيدفعوا الثمن في النهاية هم رجال الداخلية، هم اللي هيدفعوا الثمن. قضايا أكثر، جرائم أكثر، تبادل إطلاق نار أكثر، سيسقط رجال من الداخلية أكثر. وشفنا اللي سقطوا قبل أسبوع أو 10 أيام في الحادثة اللي حصلت. يا جماعة يجب أن يا جماعة ما فيش حاجة صعبة، ما في شيء معقد على دولة. الدول لا تشتغل بإصدار قرار فوري، الدول تشتغل على خطط 50، خطط 20، خطط 50. نعمل إحنا خطة لمدة سنة، توعية كاملة في الإذاعات، في القنوات، في التلفزيونات، في الشوارع، في الصحف، في الراديوهات، في التلفونات، في الاسمس، في كل مكان على حمل السلاح. ونبدأ ننظم حملات شوية 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 لما الناس تتعود إن السلاح هذا مش ضروري أصلاً. إحنا الشعب الوحيد اللي شيل السلاح زينة وخارج مناسبات. يا جماعة سلاحنا الشعب اليمني شعب مسلح، وزينة السلاح هذا هو زينة في المناسبات، مش زينة لك أنت 24 ساعة. أي شجار بسيطة تحول إلى إطلاق نار، واللي يقهرك إنه سبب الجريمة تافه، هو هذا اللي يزيد يقهرك. يعني الجريمة قهر، ولما تعرف إنه ما فيش دافع حقيقي لها تكتهر أكثر. يا جماعة صدقوني، يا شعب اليمن الحكيم والرشيد، يا جماعة حمل السلاح آفة، حمل السلاح بدون التصاريح بدون مبررات كارثة، مشكلة ومنظر غير حضاري. أيضا إنك تشوف صبيان ماشيين مسلحين، تشوف ناس رايحين لك أماكن عامة داخل سوق مول داخل بسلاح، يا جماعة الظاهرة غير صحية، الظاهرة غير سليمة، ولا فيها أي مشهد جمالي إلا في المناسبات. جميل إن إحنا في مناسباتنا، في أعراسنا، في مراسيم عزائنا مش مشكلة، ولكن كذا عمال على بطال على مدار الساعة طوال أيام السنة، آفة اجتماعية كارثية. ونرجو من قيادات الداخلية والدفاع في كل أرجاء الجمهورية اليمنية، خلصونا من هذه الآفة، خلصونا من هذه المصيبة. خطة سنوية سنتين خمسية نتخلص منها. يعني مش معقول الغرب بيغزونا بأفكار بالمسلسلات التركية والدعارة والدياثة، ويغزو الإعلام والقنوات والتليفونات والسوشيال ميديا، وإحنا مش عارفين نغزو أنفسنا للتخلص من حمل السلاح في الشوارع للمدنيين. لا يمكن يعني. وشعب اليمن الله يرضى عليكم ويسعدكم، ما إحناش محتاجين للظاهرة هذه. إن لم تكن برتبة عسكرية أو مسلح أو تبع جهة أمنية أو مصرح لك بحمل السلاح لداعي أو لآخر، ما فيش داعي تخرج بسلاحك. هتحصل خناقة تخانق بيداتك، اضرب والضرب، حالات الرجال طاعن ومطعون، ما هيش حالاته قاتل ولا مقتول، حالات الرجال ضارب ومضروب، هذه حلاوة الرجال، يضرب ويضرب. لكن يقتل ويتقتل مع مدين آخرين، الله يخارجنا
من هذه الظاهرة في ختام هذه الحلقة. كامل تعازينا للطفلة اللي راحت، تعازينا لأهلها، تعازينا لكل سكان عدن اللي أصابهم هذا المصاب، أوجعنا والله العظيم، أقسم بالله فوق ما تتخيلوا مثل ما أوجعكم. وأيضا تعازينا الأبناء القاتل. أنا ما أعرفش تفاصيل القصة لسه، ولا مين هو، ولا احنا بننشر أسماء وصور، أنتم عارفين سياساتنا في زوايا مظلمة قناة عائلية. فتعازينا أيضا لزوجة القاتل، لأولاده. لحظة شيطان ضيع نفسه، ضيع أولاده إذا كان معاه أولاد، الحين قطع قلب أبوه، وجع قلب أمه، والمسألة كلها ما تستاهل. دحشة سيارة تتصلح بأربعة خمسة ألف ولا بعشر ألف ولا بعشرة مليون. الروس أسلم من الحديد. السلام عليكم.